انا ما عنديش شك في الشغل المصري اللي قداماني انه هيعمله كويس. كذا مره قلت كده انا ومن اول يوم لو تفتكر وسيراميكا كليوباترا بيكسب انا بقول ده يعني بقوله وبكرره تاني. سهل جدا انك تعمل الجمل اللي قدام، خصوصا انك عندك عناصر ممتازه. ايوه تقدر تطلع لك الكره الطويله وتحييها، وتقدر تعمل الشغل الصغير اللي هو كاستحواذ، وتقدر ناس تقدر تفوت واحد على واحد اللي احيانا بيحل شفره دفاعيه، عندك كل ده تقدر تستخدمه. لكن الاهم ازاي تدافع، إنك ازاي تدافع كويس، ازاي المجموعه تدافع مع بعض، ازاي يبقى في ترحيل، ازاي يبقى في شغل المدافعين يبقوا تايد على طول خانقين الناس بشكل كويس، ازاي في وقت معين اقدر اتحول ويا جماعه هوب نرجع نركن الاتوبيس اعرف ادافع، مش هرجع اوقف ناس بس. صح. لكن ما بتعرفش تدافع. صح. فلازم هو يبقى عنده ايمان كبير بده. طبعا انا عارف ان هو عارف ان الكره دفاع وهجوم، بس التركيز على ان انا العب كره جميله بس ده مش هياكل حاجه. انتصارين في بدايه الموسم ثم 5 مباريات بدون انتصار، جمع خلالها فريق سيراميكا كليوباترا نقطتين لتضافا الى 6 نقاط، وبالتالي بيتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط قبل مواجهه يوم الاثنين المقبل مع طلائع الجيش اللي حقق اول انتصار ليه النهارده. ولكن تعالوا نستعرض تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا النهارده وتقييم اسما من الكابتن ضياء السيد لحالات اللاعبين، ممكن نقول من 10، كم من 10 كل لاعب. عامر في حراسه المرمى، طارق سامي وسيف تقى في قلب الدفاع، رجب بكار يمين، احمد محسن شمال، كوامي بونسو ومحمود نبيل في قلب الملعب، شريف دابو ومحمد ابراهيم وشادي حسين تحت احمد ياسر ريان. كابتن ضياء، عامر استقبل هدفين كابتن الفريق، ايه رايك؟ لا يسال، ما يسالش عنهم. عامر عنصر مهم جدا وبيأدي بشكل ثابت، يعني مستوى ثابت عالي، يعني معدي 7، مستوى ثابت بشكل كويس، يعني بلاش الارقام عشان ما تزعلش اللعيبه، ما تحبط. لا بتبقى يعني دليل او مقياس، يعني في حاجات بتبقى على المستوى الفردي وفي حاجات على المستوى الجماعي، ده اللي مقصود، يعني تقيمه جماعيا على المستوى الجماعي. انا بقيم الديفنس على المستوى الجماعي في عدد الحالات اللي اتعاملوا فيها، والاهم الحالات الاهداف. فهنا الديفنس ما فيش شغل كويس، اقل، ما اقدرش اديله ارقام تزيد عن 5، لكن محتاجين انهم يشتغلوا مع بعض بشكل كبير جدا. يعني محمد حسن لعيب كبير وخبره، عنده خبرات، ما ينفعش يتكرر الميز باص، لانه احيانا انا بطلع اقول معلش بتحصل، لكن بتحصل فين وليه تتكرر فين؟ صح. انت واخد بالك لما يبقى لعيب كبير احنا بنلوم الصغير، لانه مش دايما. احنا النهارده اتكلمنا على الجون الثاني على تغطيات المدافعين، ايوه صح، مركزين عليها على الترحيل، ولكن اساس الغلط كله من الميس باص ده. صح. انت واخد بالك؟ ده اساس الهدف مظبوط.